السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعي قناة رباح الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يوم خفيف كده مع بعض، تلات أربع ضربات مش هنكتر. النهاردة هنبتدي بأول حاجة اللي هي منصة إكس توك، في 2 اير دروب بتاعها. بس قبل ما اشرحهم، في 4 عملات هتعمل لهم حاجة اسمها ديس ليست، يعني هتشالهم من المنصة. هي كانت وصلتنا، هي كده الاربع عملات دولت محدش، انا شايف عن نفسي من وجهة نظري محدش يبعتهم. انت ممكن تعمل لهم ويزدرو، بس انت عشان تعمل لهم ويزدرو تعالى كده نبص مع بعض. هنمسك مثلا عملة ام جي تي دي، 100 واحدة منهم، عشان ابعتهم مثلا على المحفظة بتاعته على اي منصة تانية هدفع لهم بما يعادل تقريبا 2 3 دولار، تمام، من الاثيريوم، بجانب ان هم يخصموا 100 عملة. سيبك من ان هم يخصموا 100 عملة، هم هياخدوا ايه من 2 3 دولار. انت لما توصلك عملة قبل ما تتسرع، خد اسم العملة، خش مثلا على موقع كوين كاجو، بيبقى ايه واسع المجال شوية بالنسبة للمنصات. انا مش شرط العملة تنزل على كوين ماركت كاب، ممكن تلاقيها في كوين كاجو ونزلها في بعض المنصات التانية. هنكتب اسمها مثلا هنا، تمام، ادي العملة بتاعتنا ماستر كوست. نيجي نبص كده للسعر بتاعها، تمام، تعبان جدا، فما تستاهلش ان انا اسحبها بايه وادفع لها اسرهم في المقابل بتاعها. تاني حاجة نبص للفوليوم بتاعها او المنصات اللي بيتم الدول عليها. نيجي هنا على الماركت، تقريبا مفيش. نفس القصة لبقية ايه التلات عملات، وفي 4 عملات هيتشالوا من المنصة، تمام. ما توجعش دماغك بيهم، مش مستاهلين. يعني ايه لما تقبل عملة سعرها كويس، اللي هتشتري من هنا وتتباع تاني مثلا بسعر كويس في مصر تانية، مثلا عملة ليتك ده متوقع لها بسعرها كويس او هيعلى، تمام، فدي ممكن اسحبها. انما دي ولا ليها فوليوم عالي. جرب عملة تانية بس اوريك يعني ايه الفوليوم، من ضمن العملات برضو اللي ايه زي عملة بي تي بي اللي هي بيت بيل. انا واخد معايا وصلني منها 100 قطعة، فامسك ادي العملة بتاعتنا اللي هي بيت بيل. سعرها 0.001، تمام، حلو، بس انا معايا 100 قطعة، يعني مش هيعملوا 1 دولار، تمام. ننزل نشوفها في المنصات الفوليوم بتاعها قد ايه. يعني هنا يعتبر اعلى حاجة في ايزر فرا 182 دولار، يعني حاجة بسيطة. يعني الفوليوم بتاعها تعبان، مش ما تستاهلش ان انا ابعتها من مصر لمصر، او عادي الكميه اللي معايا. لو الكميه بتاعتي حلوه كنت اقول لك امين، انما انا اخد كميه بونص من المنصه 100 قطعه، فما تستاهلش، تمام. يعني لو ايه زي ما قلت هنا 100 قطعه، فمش مبلغ بالنسبه لي، مش مكملين 1 دولار، انا هخسر في مقابل لو انا حولتها، تمام. فسيبكم من العملات اللي موجوده، لو كان الايردروب او البونص اللي وصل لكم تعبان ما تركزش معاها وما تبعتهاش، تمام. في ايردروبات نازله معانا النهارده جديده، يعني نعمل المهام بتاعتها وبإذن الله نستنى لو العملة دي عملوا لهم تسويق كويس سعرها ارتفع، وادي ساعتها ابيعها على المنصة هنا، ابيعها في منصة تانية وهكذا. الايردروبات بقى جديدة اللي معانا في المنصة، مبدئيا اول جزء انت بتعمل بتسجل في المنصة وتكون عامل تسجيل دخول عشان انت يوصل لك البونص. يعني هسجل كده في المنصة، لو انت مش مسجل قبل كده عامل تسجيل دخول زي ما فاتح. تاني حاجة هتلاقيني سايب لك البوستين الصفحة بتاعتهم على تويتر. المطلوب منك الاتي، هم اخر بوستين هم اللي عليهم ايه البونص بتاعنا. هنيجي مثلا على البوست ده، هنيجي على فايل فورم دي، نفتحها الاول ونخليها معانا كده بالشكل ده، تمام. ادي المهمة بتاعتنا او البوست اللي احنا هنحط في الفورم بتاعنا. ايه المطلوب؟ هو نفس المطلوب في كل بوست، هتعمل نفس الفكرة في ايه في البوست التاني، لو عملت هنا هتعملها في التاني. هتيجي هنا هتعمل طبعا فولو للصفحة، هتيجي تعمل هنا لايك وريتويت، بس لايك وريتويت عاديين مفهومش اي حاجة. لا هنا ويز كومنت، هما زودوا هنا كلمة ويز كومنت، تمام، المرة دي جديدة، تمام. هبقى هعمل هنا لايك واجي هعمل هنا ريتويت ويز كومنت، واحط فيها الهاشتاج ده مع التاج ده، تمام. واكتب اي جملة كده حلوة مثلا بيست بروجكت اي حاجة ايا كان، تمام. وبعد كده ارجع هنا للفورم اللي احنا فتحناه، واحط هنا اليوزر بتاعي او لينك ايه تويتر الخاص بيا، دوس كلايم برايس، بس كده.
هو هيوزع قد ايه؟ بيقول لك هو ديسترايب هيوزع على اول 1000 عضو 100,000 قطعة، 10,000 قطعة. تمام، اجي اعملها المهم واسقه كده. هنيجي هنا هنعمل فولو زي ما قلنا. تمام، وهاجي هنا هعمل لايك، وهاجي هعمل لايك وريتويت ويز كومنت. هاجي هنسخ الاتنين هاشتاج اللي هو بيقول لي عليهم، او ده وده مش نافعه، لازم ايه هنسخهم من جوه. ممكن انسخهم من هنا، اه حاططهم هنا. تمام، خدتهم كوبي. ارجع هنا لايك ريتويت ويز كومنت، مثلا ايه، مثلا اي حاجه، بس بروجكت مثلا. بس انتر، وحاطط الاتنين اللي خدتهم كوبي. تمام، شيل بس دي كده وادوس ريتويت. هو مش عاوز لينك الريتويت بتاعتي، اقول لا. هنشوف كده عاوز ايه. هو عاوز هنا في الاثبات تويتر اكاونت يبقى لينك ايه، البروفايل بتاعي. هاخد البروفايل بتاعي كوبي، هرجع هنا تاني ادوس له كلاين برايس. كده انا خدت الجائزة بتاعتي خلاص. نفس القصة اعملها، ارجع تاني بقى ايه للبوست التاني، اعمل فيه نفس القصة. هنا هيديني ايه، 5,000 قطعة من عملة ام بي سي. يفتح البوست نفسه كده بالشكل ده. هنا طالب برضه نفس التاج ونفس القصة هتعملها. قبل ما تشتغل تفتح ايه صفحة الايفنت نفسها عشان تحط فيها الاثبات. تمام، نخش بقى على الدروب اللي معانا جديد. الدروب انا كنت شرحته حصل فيه تحديث. ده بالنسبة للناس اللي ايه اللي سجلت معاه. وبالنسبة للناس الجديدة هتعمل ايه المهمة بشكل جديد، اه هيبقى جديدة بالنسبة لهم. الاير دروب هيبتدي معاك بالشكل ده. عامة تعال نجيبه بس من فوق. هو أول حاجة بيطلبها منك رقم محفظة. لا مش كده، تمام سيبك من الكلام ده، تعالى أوضح لكم أنا هعمل ايه دلوقتي. هو الاير دروب حصل فيه تحديث، الناس اللي كانت شغالة عليها هتعيد تقل بيانات جديدة من أول وجديد، لكنها بتشغل الاير دروب أول مرة. أنت مبدئيا هتدوس على كلمة ولا تحط محفظتك. تمام، ده كبداية. بعد كده هتخش على كلمة ميت مي كونديشن. شايفين الجزئية دي؟ احنا هنعمل حاجتين. اول حاجة على تويتر هدوس هنا كلمة تويتر، هيديك هو مش واضحة معانا هنا. المهم هندوس على تويتر هيدينا البوست بتاعهم على تويتر. هنخش نعمل فولو للصفحة والبوست، هنعمله لايك وريتويت، وريتويت هيكون مع كومنت. تمام، وبعد كده هنيجي هنا هننضم للجروب تليجرام بتاعهم. دي كده الجزئيتين دول. هنيجي هنا بعد ما انضمينا الجروب تليجرام، وبعد ما عملنا هنا فولو على تويتر واول بوست لايك وريتويت مع كومنت، شايفين انت الشكل ده. انا هاجي هنا احط اول حاجه الايميل بتاعي، واخد مسافه. تمام، واكتب ايه يوزر التليجرام بتاعي. تمام، واخد مسافه ولينك الريتويت اللي انا عملتها اقوم حاططها، اقوم دايس انتر. بس كده انا ايه عملت المهمه بتاعتي. كده هتاخد 15 او 1500 قطعه، بيساوي $15 من العمله. بصنا كده نشوف رصيدي 1500 قطعة. حتى الإحالات، الناس كانت مسجلة إحالات قبل كده، الإحالات كلها اتشالت. تمام، هم لقوا ناس كتير داخلة بتعمل إيه، إحالات وهمية وسكام وكده، فريحوا دماغهم وعملوا ريسيت لكل اللي حصل قبل كده، ونزلوا مهام جديدة. والإيردروب خلاص هيتوزع قريب تقريبا على يوم 21 أو قبل كده. فالناس إيه تحاول تشتغل على الإيردروب، العملة مهمة بإذن الله وفيها ربح. كل المطلوب هما المهمتين دول. هتخش زي ما قلنا ميت كونديشن، هتيجي هتعمل فولو على تويتر ولايك وريتويت، وهتيجي تعمل نظام جروب تيجرام وتحط لهم الحاجه بالترتيب زي ما هو قالها لك كده. فور اكزامبل هتحط اول حاجه الايميل، مسافه يوزر التيجرام، مسافه لينك التويتر اللي انت عملتها، ودوس انتر. بس خلاص كده انت خلصت المهمه. تمام، وتاخد رابط الاحاله بتاعك وتروج له، هو يديك على كل احاله 500 قطعه. نيجي للدروب اللي بعده. الدروب ده مكون من جزئين. ده راوند 2 من عمله تولوكال على فكره. مبدئيا هنسجل في المحفظة، والتسجيل فيها زي كأنك بتسجل في موقع عادي، ايميل وباسورد والدنيا دي. تحمل معانا بس. تمام، فتحت معانا المحفظة على ما تحمل. نروح الايردروب بقى، ماشي خليها مفتوحة. طيب نفتح الايردروب.
الدروب هما يعتبر مهمة واحدة، ان انت تنضم لجروب تليجرام وتحط له رقم محفظتك، او اول حاجة ايميلك من اللي انت مسجله في المحفظة، وبعد كده رقم محفظتك من المحفظة نفسها. فاوضح دلوقتي، يعني انت اول ما تنضم هيطلب منك تحل الكابتشا، حل الكابتشا وبعد كده تنضم لجروب تليجرام. بعد كده هيسألك عن الايميل اللي انت مسجل بيه في المحفظة، يبقى الايميل اللي انت مسجل بيه في المحفظة هنا اهو، تحط له الايميل ده. تمام، ده كده اول خطوة. بعد كده تحط له رقم المحفظة اللي احنا ايه سجلنا فيها، هتيجي هنا على كلمة والت، ده رقم محفظتك، هتيجي تاخده كوبي وتحطه هنا بس كده. ده الوردروب اللي هو يعتبر مهم نظام جروب تجرام وتسجل في المحفظة بتاعته. وبعد كده هتلاقي دي ظهرت معاك، معاك رابط الإحالة وبيقول لك إن هو واخد 3000 قطعة من عملة ال تي ال، العملة داخلة سعرها على 0.001 سنت، يعني أقل من السنت بحاجة بسيطة. تمام، فدي لسه نازلة طبعا، لما هتعلى هيبقى سعرها ارتفع عن كده، والعملة دي بإذن الله كويسة. هي عملة من عائلة ايه؟ الستيلر، عملات الستيلر او تشفير الستيلر. تمام، العملة دي بإذن الله بتبقى ايه راسية في السوق، او ليها ايه وزن يعني، او السعر بتاعها واضح معناها. يعني لو حسبنا، تعالى نحسبها كده مع بعض حسب السعر الحالي، مش انا هي بإذن الله هتعلى عن كده. هيدينا كام قطعة؟ 3000 قطعة في 0.00171 37، تفرق الارقام دي حاليا ب$5. ما تسألش المبلغ، انت كده ما بتعملش مهام، يعني كمهام مش مهام صعبة، مفيش صعوبة، كل القصة بتسجل في محفظة بإيميل وباسورد وبتيجي هنا تنضم جروب تليجرام، فهي ب$5 صحيح، بس بإذن الله متوقع لها ان هي سعرها يبقى أعلى من كده. تمام، نخش بقى كده الدروب اللي بعده. وعاوزكم تبتدوا بالدروب ده، أهم حاجة، ده أهم خطوة لازم تحاولوا تسجلوا في النهاردة عشان ده آخر يوم فيه. تمام، هنيجي نسجل في المنصة دي. أول حاجة مش شرط التفعيل الوثائق دلوقتي، هما الايردروب مش شرط التفعيل الوثائق، بس اول حاجة هنسجل في المنصة. تمام، بعد كده هنيجي هنا نفتح بس الفورم ده، هفتح المتصفح تاني عشان هسجل دخول فيه. تمام، الفورم هيفتح معانا بالشكل ده. يبقى ما تسجل في المنصة، مطلوب منك ايه؟ تفتح الفورم ده. الفورم ده فيه مهمتين، كل القصة المطلوبة منك انضم لاتنين جروب تليجرام دولت، اول جزئية. وهنيجي للجروب تليجرام ده، هو ده اللي فيه بقية المهمة التانية. هنروح كده نفتحه مع بعض. تمام، ده الجروب تليجرام اللي انا هاخد منه المهمة التانية. هنيجي ندوس هنا على البوست الرئيسي، ده قبل البوست الرئيسي، هاجي ومنسخ الكلام ده كده. تمام، انسخه كله ونزل الصورة دي، هتدوس عليها كده مرة في النص وتعمل لها حفظ، كليك يمين وتحفظها. تمام، سيف، هي الصورة اللي عدت دي. تمام، اللي هي الصورة دي. تمام، مع الكلام ده وتاخد الكلام ده تعمل بيه بوست على الفيس أو على تويتر زي ما انت عاوز، ان شاء الله لينكدين. تمام، بعد كده هتيجي هنا هتحط رقم اليو اي دي بتاعك من المنصة اللي احنا سجلنا فيها في الاول، اللي هي منصة بيكا. تمام، هتحط ايه رقم اليو اي دي؟ رقم اليو اي دي بتجيبه منين؟ بتخش على الايميل بتاعك من هنا على كلمة، او بيدخلك على كلمة، هتلاقي على اليمين هنا كده بخط صغير رقم اليو اي دي، هتاخد رقم اليو اي دي كوبي ونحطه في الفورم اول حاجة هنا. تمام، وبعد كده على فكرة مهمة جروب تليجرام ممكن متعملهاش عشان انا مش شايف لها اثبات، هو كده المهم بالنسبة لنا اكون مسجل في المنصة. تمام، فانت ممكن ايه تتلاشى عن جروب تليجرام وكل القصة، خد منهم البوست وتوفر ايه جروب عندك في التليجرام بتاعك. تمام، حط هنا رقم الاي دي، وهتيجي هنا البوست اللي احنا عملناه على الفيس، افتحوا كده مع بعض. انا عملت البوست، هذا البص انا عملته انا بالشكل ده، جاي واقف على البص ده كده، اكبر الكلام شويه، واجي اخد سكرين شوت بالكيبورد واحفظ الصوره عندي على الجهاز، قوم جاي محملها هنا اهو. تمام، ادوس له كلمه سبميت، الحقه بسرعه عشان الدروب ده ايه اخره باذن الله. لا ده لا معانا لسه في كام يوم، لا لسه فاضل في 6 ايام. تمام، لسه فاضل في 6 ايام ممكن نلحق، بس انا هحط لكم كبدايه الاول برضه.
تمام كده احنا خلصنا ايه الاردروب ده، نخش على الاردروب اللي بعده. والاردروب ده انا عاوز فيه ملحوظة هقولها فيه. لا مش هو ده، تمام. معانا دي منصة جديدة او عاملة جديدة اسمها سنتريك، عاملة حاجتين، حاجة اسمها سنتريك رايز وسنتريك كاش. هما بعتولي على الميل عشان كنت مسجل في موقع تابع ليهم ان هما في اير دروب نازل جديد من مجرد التسجيل في الموقع، والحالي ان التفعيل الوساخ مش مطلوب، يعني انت بتسجل وتفعيل الوساخ مش مطلوب. هما مديني 9 مليون من العملة بتاعتهم اسمها سي ان ار. العملة دي ما انا حاطين محفظة ترون، يبقى العملة دي ترون، تمام. احنا مش خسرانين حاجة، هو بيقول ان هما 9 مليون بيساوي 1.81 دولار، تمام. فانا مش خسران، هسيب لكم اللينك وتسجلوا، هو كده مفيهوش احالات، هسيب لكم اللينك والناس تستفاد معايا بالعرض. سجل بس ومفيش تفعيل وثائق ولا مطلوب في اي حاجه، احنا مش خسرانين حاجه. ونبقى نشوف العمله بعدين اذا كان ليها مثلا ايه، ممكن نبص عليها دلوقتي. انا مثلا ملهاش لسه علي ذكي، بس هنبص عليها. الاختصار بصح ايه، سي ان ار. ناخد كده الاختصار ده كوبي، او مش شرط كوبي، اه كوبي اهو، ونروح لكوين كاج نشوفها اذا كانت نزلت في اي منصه او في اي اخبار عنها. لا لسه ما نزلتش في حاجه، بس احنا مش خسرانين، ممكن العمله تنزل بالفعل ويكون فاتتنا الفرصه وهي مش طالبه مهام. كل القصه هنسجل بايميل وانتهى الموضوع، تمام. فانا هسيب لكم اللينك برضو ايه احتياطي. نخش بقى على اللي بعده، وده موقع عامل بونص بس مش لكل الناس عشان ابقى واضح معاكم. الناس اللي هتنفذ المهام هيعمل راندم، يعني عشوائي، كاختيار عشوائي، هيوزع 50,000 قطعه من عمله الدوجكوين، تمام. فمهام سهلة، انت بتسجل بميلك واسمك، وبعد كده بتلاقي فتحت الصفحة معاك بالشكل ده، والمهام سهلة. شير على الفيس، قصدي فولو هنا، فولو على الفيس، على تويتر، لينكد ان، بريزنت، يعني حاول تجمع منهم على قد ما تقدر، وبإذن الله تكون ايه من المحظوظين، تمام. نخش بقى على الايردروب اللي انا ايه عايز اقول لكم عليه. الايردروب ده نازل ومعمول له ايه حالات كتير، في ناس ايه بتخش بتسجل فيه، بس اللي نازل لهم فيه اللي هو ايه ايردروب عن طريق البوت تليجرام. مبدئيا الاردروب بتاع البوت تليجرام ده انا بنسبه 100% من ناحيتي انا ده اسكام، واحد ده عامله هندي او ايا كان بيجمع الداتا بتاعتنا وبيخش هو بيسجل ويعمل اي حسابات وهميه عشان يكسب من الايردروب الحقيقي اللي هو مش معلن عنه. نعلن بقى احنا، اوضح لكم الفكره او ازاي تشتغل على الايردروب. الايردروب اللي نازل ده بوت تليجرام، ومحدش يسجل، يا ريت محدش يسجل فيه. الموقع نفسه جواه الايه الايردروب، وهم بيستفادوا منه الجماعة الهنود بالذات، اكتر ناس بيحبوا يشتغلوا في القصة دي، بيجمعوا شغل عن الطريقة دي. فهوضح لكم القصة. اول حاجة هنسجل في الموقع، بعد ما هتسجل التفعيل مش مطلوب، التفعيل الوثائق هنا في الموقع ده مش مطلوب غير لو انت هتشتري العملة، العملة بتاعت الموقع ده، تمام. انما ممكن تاخد على الحالات بونص، وانت مجرد ما بتسجل بتاخد 1000 قطعة، وفي 3000 قطعة بتاخدهم من المهام اللي انا هوضحها دلوقتي. هنعملها ازاي؟ انت خلاص سجلت، تيجي بقى هتلاقيني سايب لك اللينك ده تحت التسجيل. اللينك ده ده صفحة الايردروب الحقيقية اللي تابعة للموقع. عاوزكم تركزوا معايا في اللي هنعمله. احنا مبدئيا سجلنا صح، وهكتب لك الخطوات، تمام. هتيجي بعد كده سجلت، انزل تحت هنا، سيبك من اللي فوق ده. هتيجي خلاص ان ده جروب تجرام اول، وده لا ده جروب تجرام اول وده التاني، او ده اول وتاني يا رب. اهو خلاص سجلنا هنا، ده جروب هتنضم له، هتنضم برضه الجروب التاني. هنيجي بعد كده هتعمل هنا فولو على تويتر واول بوست هتعمل لايك وريتويت من هنا. بعد كده هنا فولو على الفيس واول بوست هتعمل لايك وشير، تمام. هننزل تحت هنا، دي لو بيقول لك لو انت دخلت كل يوم بتاخد 20 قطعة، يعني انت مجرد ما تفتح الموقع ليك 20 قطعة. هنيجي في 4 بيقول لك على الاحالة بتاخد 5% من اللي صحابك بياخدوه، تمام. ولو اشترى حد فيهم حاجة بيتكوين او كده بتاخد 5%، والاحالة تقريبا بيديكش حاجة من العملة نفسها، بيديك لو الناس اللي تحتك اشترت عملة، تمام. فاحنا بعيد، احنا محدش هيشتري حاجة، فخلينا بعيد عن القصة دي. خلاص تخلص المهام دي، اطلع بقى هنا، تيجي هنا على خامس حاجة، شايفين دي كلمة سبميت فورم، نفتحها كده مع بعض. اجي هنا احط اسمي بالكامل والايميل اللي انا سجلت بيه ورقم محفظه اللي انا مسجل بيها. على فكره لما تيجي تسجل بيطلب منك محفظتين، يعني لما باجي اسجل هنا في الموقع الاول ده بيطلب مني حاجتين، رقم محفظه الايثيريوم ورقم محفظه البيتكوين،
فاجي هنا احط له رقم مع نفس محفظه الايثيريوم اللي انا حطيتها وانا بسجل، تمام. اجي هنا احط يوزر التليجرام بتاعي، هنا لينك التويتر بتاعي، هنا لينك الفيس بتاعي، وادوس له سبميت. خلاص خلصت، وعايز اعمل تريس لنفسي، حاجه اسمها بقى اسمها تريس يور اير دروب. اجي هنا كده احط له الايميل اللي انا مسجل بيه، بس لازم بعد الخطوه دي بتاعه التريس دي اعملها بعد نص ساعه من اتمامي لمهمه الفورم. مركزين معايا؟ انا خلاص خلصت الفورم وعملت المهام، دوست هنا سبميت، استنى نص ساعه ربع ساعه، اجي اعمل هنا ادخل الايميل بتاعي وادوس له سبميت، اعمل تريس لنفسي يعني بتتبع، تمام. اه كده شفت كده المهمه بتاعتي نجحت سكس. فهسيب لكم انا الحاجه بالترتيب زي ما قلت، اول حاجه لينك التسجيل في الموقع وده عليه 1000 قطعه، هتنفذ المهام من هنا تحت، بعد ما تخلصها تطلع هنا فوق وتعمل ايه سبميت يور فورم، وبعديها بنص ساعه تيجي تعمل حاجه اسمها تريكس او تراك، يعني ربنا اسف، تراك يور ايه اير دروب، مش هتعرف المهام اللي انت عملتها وافقوا عليها ولا لا، تمام. وسيبك من الاير دروب، الاير دروب ايه المحطوط ده، اير دروب وهمي. ده كده كان اخر حاجه معانا، وبالتالي مفيش عمليات جديده وصلتني النهارده يا رب. نعمل ريفرش برضو كده للصفحه، لا ما فيش كده النهارده حاجه ايه جديده، بس انا ملاحظ ان العملات سعرها عماله في ارتفاع، النهارده العملات سعرها بيرتفع قوي النهارده، فاللي معاه عمله عاوز يبيعها النهارده ومستعجل ومزنوق في فلوس او حاجه زي محتاج فلوس ممكن يبيع النهارده اي حاجه من اللي معاه، تمام. ده كده كان اخر حاجه، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.